البطولة العربية والأفريقية الموسم الماضي. طبعا موسم مميز جدا جدا لفريق الكرة الطائرة سيدات، وزي ما أنا قلت لحضراتكم الاهتمام في النادي الأهلي مش بس هو اهتمام بلعبة كرة القدم، أو مش بس اهتمام بلعبة كرة القدم للفريق الأول، النادي الأهلي بيهتم بكافة اللعبات الجماعية والفردية. عشان نعرف ونتكلم أكتر على فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي، معايا كابتن الفريق واللاعبة المميزة جدا الكابتن نهلة سامح، علشان تقول لنا على آخر استعدادات فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي. يا كابتن نهلة برحب بيكي. أهلا بحضرتك. إيه الأخبار، كله تمام؟ الحمد لله، كله تمام الحمد لله. إيه آخر الاستعدادات لفريق الكرة الطائرة؟ احنا الحمد لله يعتبر بادين بدو، يعني احنا يمكن داخلين اهو، الفريق ابتدى في اخر اسبوع في رمضان. تمام. كان في طبعا اللعيبه الدوليين كانوا مع المنتخب، انضمينا بعد العيد على طول مع الفريق، ومن ساعتها الحمد لله في اعداد يعني. فيعتبر احنا بادين بدو يعني، حتى عن باقي الفرق اللي في النادي او الفرق اللي بره النادي يعني. كابتن نالا، طبعا انت كابتن فريق النادي وبالتالي عليك دور كبير مع لاعبات الفريق. موسم ماضي حققتوا فيه الرباعيه، اعتقد ان ده يعني بيحط ضغوط عليكم اكبر علشان تحققوا اللي قدرتوا تحققوه الموسم الماضي. طبعا هو احنا دلوقتي في موقف اصعب من السنه اللي فاتت، ان احنا نقدر نحافظ على يعني اللي احنا وصلنا له، ان احنا قدرنا نفوز بكل اللي كنا فيها السنه اللي فاتت. فطبعا الموضوع فعلا عامل علينا ضغط شويه، ان الناس ما بقتش متقبله ان احنا ممكن حتى نخسر ماتش، فده كله ضغط علينا. وطبعا كمان يعني هو كمسنا اكتر ان احنا ان شاء الله نستمر على الفوز ان شاء الله بكل البطولات اللي جايه. هي السنه دي طبعا هتكون اصعب من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت على مثال يعني لعبنا البطولة العربية كانت على استاد القاهرة، والبطولة الأفريقية في النادي الأهلي. السنة دي البطولتين الأفريقية والعربية هيكونوا خارج مصر. ما انا عايز اكلمك في النقطه دي، اكلمك في نقطه البطوله العربيه تحديدا، هي كانت في مصر لكن البطوله اللي جايه تكون في تونس، وانت عارفه ان اقوى الفرق اللي بتنافس النادي الاهلي هي فرق تونسيه. هل ده يكون يعني ممكن يكون عائق، ولا فريق النادي الاهلي دايما مش بس يعني بنتكلم في كل اللعبات انه دايما حاطط عينه على المركز الاول؟ لا طبعا هو طبعا يعني هتكون اصعب من ان هي لما بتكون على ارضنا. يعني طبعا لما البطوله بتكون على ارضنا بيكون عندنا يعني زي يعني الفريق دايما اللي بيلعب على ارضه بيكون لي غلبه طبعا يعني. بس طبعا احنا الحمد لله يعني احنا قبل كده 2016 كسبنا البطوله الافريقيه في تونس، وكان النهائي مع قرداشه التونسي. فان شاء الله يعني احنا قادرين ان احنا ان شاء الله نفوز بيها، واحنا مبتدئين بدري عشان بالذات البطوله العربيه دي ان شاء الله في شهر 12 هتكون في صفاقس. طيب عايز اسالك عن وجود لاعبات الناشئات اللي بيتم تصعيدهم، هل انت شايفه ان هم بيكونوا ليهم ايجابيه في وجودهم خلال تدريبات الفريق الاول، وهل هم ممكن يكون ليهم اضافه قويه جدا في خلال الفتره القادمه مع النادي الاهلي وفريق كره الطايره؟ طبعا يعني الحمد لله احنا فريقنا يعتبر كله سنه صغير. حتى كان كابتن حمدي دايما بيعتمد في السنين اللي فاتت ان هو كان بيساعد لعيبه من هم تحت 16 سنه، كان منهم نور ياسين وما متولي، لعيبه كتير، دانا شوقي، الناس دي كلها اثبتت نفسها حتى السنه اللي فاتت، وشاركوا يعني بشكل كويس جدا في الماتشات، واكتسبوا خبره معانا من ان هم اتصعدوا من هم صغيرين. فالحمد لله ليهم دور كويس جدا يعني. يعني عايز اسالك سؤال كده، يعني عايز اقول لك كام بطوله مع النادي الاهلي لحد دلوقتي؟ انا 40 بطوله بسم الله ما شاء الله، يعني رقم كبير جدا بسم الله ما شاء الله، كابتن فريق اكيد مميز. ده كان عايز اسالك اخيرا بقى، يعني ايه الفرق بين النادي الاهلي وبين اي نادي تاني؟ انت طبعا يعني موجوده وتعاقدك ابدي مع النادي الاهلي، لكن ايه الفرق ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني بينافس النادي الاهلي جوه مصر؟ لا هو طبعا يعني عامه هو الواحد ما يقدرش يتخيل ان هو ممكن يلعب في حته تانية غير النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا يعني احنا متطبقين فيه على الالتزام، وعلى يعني ان احنا بنلعب لاخر نقطه، ان احنا نقدر ممكن نبقى مثلا خسرانين شوط او شوطين وبنقدر نرجع بالماتش تاني، ما بنفقدش يعني الامل، دايما عيننا على المركز الاول يعني. ده بيختلف طبعا عن اي نادي تاني يعني، ان احنا حتى بيبان الفرق ده دايما في المنتخب بين لعيبه الاهلي ولاعيبه الانديه التانيه. طبعا بيبقوا طبعا لعيبه كويسين، بس بتفرق دايما في الروح اللي هو اللعيب اللي ما بيقدرش يخسر يعني. يعني يا كابتن نهلة بشكرك شكرا شكرا جزيلا، وكل التوفيق ليك ان شاء الله ولفريق الكره الطائره سيدات بالنادي الاهلي، ان انتم تقدروا تعملوا موسم رائع جدا وتتواجوا بالرباعيه اللي قدرتم تتواجوا بيها الموسم الماضي. بشكرك شكرا جزيلا الكابتن نهلة سامح، كابتن فريق الكره الطائره بالنادي الاهلي. نكمل مع حضراتكم للاخبار المحليه ونتكلم على خبر
أكيد الشارع المصري كل مهتم بيه وعايز يعرف مين